الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديدة. غادي نقترح عليكم اليوم واحد الخاتم جا بين البلدي والمودرن، خاتم اللي غزال، شي حاجة ديال الحضور البنات، الديزاين ديالو غزال وزوين. غنحاولوا نشوفوه عن قرب. كيف كتشوفوا معايا البنات، الموديل ديال لاباك ديالنا كيجي على هذا الشكل، ديزاين ديالو كيجيو فيه حجارات في الفير في الغوز، وكيجي بحال ما هكا بومبي من الجناب على شكل بنانة بحجارات اون بلون. فوالا كيف كتشوفوا معايا كيجي عريض ومشبك بهذوك الحجارات. لاليونس ديالو البنات بيان سور عريضه وصحيح، ومن اللور كيجي على هذا الشكل. جيسبيغ يكون واضح لكم مزيان كيف كيجي من الداخل. ديزاين ديالو انيق وغزال، ولا فينيسيون فيه غزاله. غنحاولوا نشوفوها البنات كيف كيجي في اللبسه. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. كيف كتشوفوا معايا البنات، لاباك ملبوسه ديالنا كتجي على هذا الشكل، الديزاين ديالها خطير، كيجي معمر لذيذه. شي حاجه قلت لكم ديال الحضور، ولكن فيها واحد لاتوش موديرن، جا ميكس بين الموديرن وبين البلدي. جيسبيغ يكون واضح لكم مزيان، وفيه اون بريونس لي ما يمكنش. بالصحه والراحه البنات مسبقا، وما تنساوش مجوهرات فاتن ذهب يحصل عندك. باش يبقى يوصلكم الجديد، ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذهبي حتى لعندك.